مشاهدينا، وللحديث عن الحصيلة الإنسانية المروعة في السودان وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بالخرطوم وتعثر مع الأسف محادثات السلام، معنا من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. التحية لكم ولمشاهدينكم الكرام. حياكم الله. وكالة رويترز تؤكد أن أعداد القتلى الحقيقية قد تكون أكثر من ضعفي العدد الرسمي والمقدر ب 234 قتيل حتى الخامس من تموز الحالي، العديد منهم أو أكثرهم من الأطفال. ما مدى فداحة المشهد إنسانيا في السودان اليوم؟ أنا أؤكد لك أن الأرقام أكثر بذلك بكثير. يعني المدنيين الذين سقطوا في الخرطوم وكذلك في ولايات دارفور وكردفان حسب مصادر محلية نتيجة لهذه الأعمال أو نتيجة للمواجهات العسكرية التي اندلعت منذ 15 من إبريل تتجاوز 8000 قتيل، يعني أكثر من 5000 قتيل فقط في ولايات دارفور التي تشهد مأساة إنسانية حقيقية في ظل غياب تام لوسائل الإعلام المستقلة وكذلك المنظمات الحقوقية وما إلى ذلك. أنا في تقدير الموقف الإنساني في الأزمة السودانية هو الأكثر تعقيدا نتيجة لعدم نجاح الهدنة التي تم إطلاقها من منبر جدة التفاوضي بشأن إيصال المساعدات للمحتاجين وكذلك إسعاف الجرحى والمصابين، فضلا عن ذلك فتح ممرات إنسانية. الكثير من أبناء الشعب السوداني يعانون من الفقر والعوز والحاجة، لذا بنجد أنهم الكثير الآن هم ضحايا والقليل منهم فقط استطاع أنه يخرج خارج السودان أو ينتقل إلى ولايات أكثر أمنا من الولايات التي الآن تندلع فيها المواجهات العسكرية في ولاية الخرطوم وإقليم دارفور وكردفان. طيب لماذا يصر الطرفان على استمرار القتال بهذا الشكل داخل المدن؟ يعني لماذا لا يصار إلى عزل المدنيين عن هذه الاشتباكات؟ يعني ألا ترى أن الطرفين يضغطان بشكل كبير ويستغلان هذه الورقة؟ هو بلا شك، أنا في تقديري الآن هذه المسألة هي من التحديات ومن الإشكاليات الكبيرة التي عقدت مسار جد التفاوضي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المدنيين كدروع بشرية، السيطرة على الأحياء وعلى المنشآت المدنية والمراكز الخدمية كالوزارات والمرافق الصحية وكذلك مرافق المياه وما إلى ذلك، بحيث أنه أنا في تقدير الدعم السريع هو المستفيد الأكبر من هذه الجزئية. لماذا؟ لأن بصريح العبارة أنه هنالك تفوق للقوات المسلحة السودانية مرتبط بامتلاكها للمدفعية الثقيلة وكذلك للراجمات وحتى سلاح الجو. لم يتم استخدام تلك الأسلحة بالفعالية المثلى لأنها الآن الحرب تدور في المدن وكذلك المتأثرين والمتضررين منها المدنيين العزل، فبالتالي استخدامها بالشكل الأمثل سيجعل الضحايا أكثر بكثير. لذا من الطبيعي جدا أن قوات الدعم السريع ترفض حتى التوصل إلى تفاهمات من شأنها إخلاء المنازل المدنيين وكذلك الأهداف والمؤسسات المدنية بحيث تستطيع أن تقدم الخدمات للمدنيين. فهذا هو التحدي الأكبر الذي يقف عائق كبير جدا أمام الوساطة المتمثل في إخراج قوات الدعم السريع من هذه المناطق المدنية إلى مناطق عسكرية، باعتبار أن هذه القوات تخشى إن خرجت إلى مناطق أكثر يعني أكثر وضوحا وكذلك مناطق مكشوفة أن تصبح أهداف سهلة للطيران العسكري. لذا أنا في تقديري هذه الجزئية التي تعقد المسار، وحتى الآن يبدو الوساطة ليس لديها تصورات كافية لإحداث اختراقات مهمة في هذا الأمر أو في هذه الجزئية. نعم، ولكن هذه يعني أشبه بمحرقة للمدن وللمدنيين بهذا الشكل. بلا شك الآن المدنيين أصبحوا جزء، يعني حتى يتم استخدامهم. كثير من الفظائع التي أكدتها حتى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين وكذلك مجلس حقوق الإنسان وهيومن رايتس والعفو الدولي وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بأن المدنيين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات وارتكاب الفظائع إذا حقوقهم البسيطة وكذلك حرمانهم من كثير من الحقوق، فضلا عن تعرض الكثير من النساء وحتى الأطفال للانتهاكات المتمثلة في الاغتصاب وما إلى ذلك. فأنا في تقديري الآن المدنيين هم الضحية
الأكبر لهذه الحرب يعني، وكثير منهم يتم توظيفهم بشكل سالب لتحقيق مكاسب يعني، وحتى هنالك بعض الجنود يقاتلون وهم مكرهون على ذلك. فأنا في تقديري طيب الآن الحالة الإنسانية هي معقدة جدا، ومهما تحدثنا لن نستطيع وصفها بالشكل الأمثل. طيب دكتور محمد، يعني سياسيا هل ترى أن دعوات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلة وحميدتي بضرورة تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، هل ترى هذه الدعوة واقعية أم ربما هناك توقعات بانشقاقات ما داخل الجيش السوداني؟ هو طبعا بشكل أو بآخر كان الكثير يتوقع أن القوات المسلحة السودانية لن تتماسك طوال الأربع شهور أو الثلاث شهور، ونحن الآن في الشهر الرابع، وكان من متوقع ان يعني تحدث فيها انشقاقات كبيره يعني برتب عليا وكذلك مناطق عسكريه وما الى ذلك، لكن حتى الان لن يحدث ذلك، واعتقد من الصعوبه مما كان يحدث ذلك لان هنالك ملاحظات في التشكيل وترتيبه الجيش السوداني، لكن هنالك عنصر مهم جدا هو عنصر تماسك هذه القوات التي لديها ايضا تجارب عسكريه ومعارك خاضتها ازاء المجموعات المتمرده وكذلك على مدار السنوات الماضيه. فانا في تقديري الرسائل الحميدتي كان يسعى بشكل او باخر بتحريض الرتب الوسطى من الضباط وكذلك الرتب الدنيا لاحداث انقلاب عسكري، بمعنى انه معلوم انه المؤسسات العسكريه في العالم كلها تقوم على التراتبيه العسكريه، فبالتالي إذا أردت أن تبعث قيادات عسكرية لابد أن تحدث انقلاب، فإذا لم تحدث انقلاب لن تكون هنالك استجابة بأي حال من الأحوال لتغيير القيادة العسكرية الآن التي تدير هذه المعارك. فأنا في تقديري هذا التصريح القرض منه محاولة الضغط على القيادات الحالية لتقديم تنازلات أو تحريض القيادات الأخرى لإحداث انقلاب، بمعنى أنه الآن المباحثات في جدة وصلت لآفاق مسدودة نتيجة لإصرار الجانب الحكومي بالمواقف المرتبطة بخروج الدعم السريع من يعني الأهداف. الوضع السوداني في الداخل مضطرب جدا، لكن ماذا عن واشنطن والرياض؟ هل تتوقع أن تتجهان لتعاطي مختلف مع الأزمة؟ وما الذي يمنع من أن يكون الضغط أكثر على طرفي الصراع وخصوصا قوات الرد السريع؟ أنا في تقدير الموقف الأمريكي الآن أو التعاطي مع الأزمة في السودان هو متسق تماما مع التصور الأمريكي، بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها تصور أو بمعنى أن لديها تصور مفاده أنه هنالك إشكاليات في الجيش السوداني ويدين بالولاء للنظام المبادئ والنظام البائد، ولديه ارتباطات عقدية كبيرة جدا، وكذلك قوات الدعم السريع هي ميليشيات ولديها انتهاكات وهي امتداد طبيعي لميليشيا جنجويت التي ارتكبت الفظائع في دارفور وأسهمت بشكل كبير جدا في الحرب الأهلية. فبالتالي الرؤية الأمريكية متمثلة في أن تستمر هذه المعركة لفترة ربما أطول حتى يتم إنهاك قوة الطرفين وإضعافها بشكل كبير جدا، حتى يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية إدخال القوى المدنية في إطار المسار السياسي وإعادة صياغة تشكيل الجيش السوداني بدمج الدعم السريع فيما تبقى من الجيش السوداني وكذلك جيوش الحركات المسلحة، وإعادة تشكيل وتكوين عقيدة جديدة للجيش السوداني بمثابة أنه يكون حامل للمصالح الأمريكية في المنطقة ويتسق اتساق مباشر مع الأهداف والتطلعات الأمريكية. أنا أعتقد أن الرؤية الأمريكية تذهب في هذا المسار، لذا بنجد أن الولايات المتحدة طوال الفترة الماضية كانت المباحثات فقط حول الجانب الإنساني وإطلاق مسارات إنسانية وإطلاق المساعدة دون الإشارة إلى القضايا السياسية والمهمة المتمثلة في دمج الدعم السريع في الجيش واستكمال الفترة الانتقالية. شكرا لكم. من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.